Mosaïque FM Podcast. سايس خو يا حميدة، انا اخوك ولا شنو؟ اخويا سيدي، اخويا على راسي وعيني. انت شبيك لباس؟ ما هو يا حميدة، انت تعرف وكل الناس تعرف اللي مختارت لي ما عندوش مع المشاكل وما نحكيش في العباد. اما اخويا كيبدا عبد يستحق باش نحكي عليه نحكي عليه، وكان لزم نكشف له رواندو. بيان سور سيدي اخويا، نعرفك بايشي. اما شكون السيد اللي قلقك؟ خل نحكي انا معاك في الموضوع، فهمتني يا حميدة؟ فما بشار هبني بالله العظيم، في بالله الكريم، هاو عمل لي نار في قلبي يا غالي، شيء كبير. هكا ابراهيم القصاص، هي بابا على ابراهيم القصاص، بالله العظيم طلع مهرج. ريت سيدي خويك المستوى والكلام اللي يحكي بيه في المجلس، شيء كبير سيدي خويا، كثر لها عندك. ريت يا حميده، قعد قعد من بعد دار الوزيره، المراه قاريه باك بلوزيسات، قال لها هز كلاسيرك وحوايجك وخرج. شكرا منطق، كلاسيرك. اي عنده الحق، ما يقولوش كلاسير، قولوا كلاسير، خاطر اللي قبلها سكون، فهمتني؟ كلاسير يظل يحكي على ماركة كهرباء سيدي خويا. يا ودي واللي فات كهرب، المراه قاريه باك بلوز ديسات يحكي معها باللغه هذيك، شيء كبير. ريت سيدي خويا، انا ماذا بيا كان السيده الوزيره هذه السيده امال كربول كانت تسمع فينا توا، نقول لها مو عندك باك بلوز ديسات، لا اللي فوق العشره كسبع سنين اعطيهم للقصاص، فهمتني؟ فمشي ما يخلط للسيزيام اني بريمي، فهمت؟ المراه قرايه ودراسه ودبلومات ويحكي مع ابراهيم القصاص بك المنطقه ذاك. يا ابراهيم، يا ابراهيم، راك قالي تريمستر حياتك كامله، لا تحكي مع امراه قاريه 30 سنه. جميله منك سيدي خويا حكايه التريمستر هذي، هي كانت تلم الشهيد نتاعها الكل تمدهم للقصاص سيدي خويا، تو يعمل بيهم جبه، فهمتني؟ يحكي على الشهيد يا هو، حتى شهاده الفحص الفني نتاع اللواج ما خذاهاش سيدي خويا. هاي بيان سور يا حميده، وهاو تو في المباشر نذكره وقول له ابراهيم القصاص ما زلت تحكي في الامور هذيه، بالله العظيم نفضحك على فيسبوك ونهبط لك الكارنيه نتاع البريمير نتاعك ونوريهم النوتات لعباد. ياك هاو سيدي خويا، اش تحب تعمل؟ الراجل كان يقوم الصباح يصب ماء الرادياتور للواج، يلقى روحه يكتب في دستور، فهمتني؟ شو يكتب في دستور؟ يا ودي انا كتيبه نتاعك، حتى الكتيبه ما خلطش عليها، هما كتبوا الدستور ومن بعد ما ادوهولو قالوا بالله يا ابراهيم انت صرفت صرفت، اجا اشكرهولنا، قالوا يكتب. خليني ساكت يا حميده. انا احكي لي شكون قالك مازال كي خذاك راس الخط باش يتعلم يكتب، فهمتني؟ ياي بيان سور، وخذاك الكتاب نتاع القراءه وبدا اشترى ابراهيم ميدعه، ذهب ابراهيم الى المدرسه. يا مخ، فما حكايه اخرى سيدي خويا تضحك اكثر من هذه. قالك اول ما دخل المجلس سيدي الشهريه الاولى نتاعو صبوها له في البنك باش يعمل عركه، قال لهم تحايلوا عليا، فهمت؟ بيان سور، الراجل مش مستانس، مستانس يخلص قبل ما يطلع الكليونات، ولا يا سيدي امور بانك يعرف عليه هو. وبالله ما دامنا مع بعضنا خلينا نسمعك الفازات اللي قالوا. بالله اسمع يا اخي، اسمع. سيب وجمعه، انت رئيس الوزراء الجديد ورئيس الحكومه، احني العرف نتاعك مش الحوار راهو. بالله ايش قولك؟ يحكي مع رئيس الحكومه قال له سيبوا جمعه. يا ودي مخه مازال في المحطه نتاع الواجهات، في باله زملاء الواجستية قالوا سيبوا جمعه، وشويه اخر سير عدودي وسير النمري وسير مع الشوا. بالله يختاري، واسمع هذه، اسمع. انا واحد من الناس مقتنع اني القائد الاعلى لاعلى القوات المسلحه، شنو رايك؟ ايش قولك سيدي؟ قال لك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. يا مخ، يا القذافي طلعوا عنده خوات في تونس واحنا ما في بناش، هو عنده خو معمر القصاص، فهمتني؟ يا حميدة جميلة منك. بلاي واسمعوني اش يحكي، اسمع. انا راني صقر وما نلعبش مع الغربان، وكي نهبط على الغراب انتفت فهلا خليه لها حملة ريش. هشوة شوة، بالله بالله يا ابراهيم، هاي استناني لهنا باش نتخمر عليك، كل شيء عندك الحق تحكي فيه الا الغراب الغالي، وجرب روحك مالا تعمل له حاجه. الغراب هذاك المعلم، شتيكم الغراب هذاك؟ غراب يا غالي، ترى سمعك غيره وتو يضربك على طياره. وكي نهبط على الغراب انتفت فهلا خليه لها حمله ريش. سايس فو، سايس موزايك FM بودكاست.